اليوم عندنا سيارة موديل خلنا نشيك في الملكية 97 وكبش سهلة يا حبيبي. خلنا نفحص الهيد. يا وين متحدي ستيسي؟ تعال تعال، موضوع تحدي أنا يعجبني. التحدي ما كمل طبعا مع سيارتنا اللي هي موديل 97. ما طول الوقت تستخدم ستين سيل. اول شيء لازم تتاكد مجموعه اشياء من ضمنها اللي هو ويش ثيرموستات. الحين هذه السياره انا اروح اسوي لها منتج ستين سيل، لكن دوره الوايب لها مشكله، بتستفيد بعدين بجي تقول لي ويش ما استفدت من المنتج. لا صديقي، تعال خبرك، قرب معي. هذا البيب اللي يطلع من الراديتر يروح للماكينه ساخن، هذا البيب بارد، فبالتالي الثيرموستات خربانه او خربان الثيرموستات، فمعناته الثيرموستات خربان، فمعناته دوره المي فيها مشكلة. لا تستخدم المنتج إذا عندك مشكلة في دورة الماء. أول شيء تأكد، من بعدها سوي وانت مرتاح، شيك لي.